فرنسا دارسه المستقبل ديالنا وعندما خطالوا المشاهد ديالها. اسبانيا دارسه المستقبل ديالنا في الحوت وغيره داروا المشاهد ديالها. امريكا دارسه المستقبل ديالنا، واهم شيء احنا اللي مستعمرنا واللي عدخلنا الفم السبع، وهي البنك الدولي والصندوق النقد اللي تتحكم في هذه البلاد اكثر من اي مسؤول كما كان في هذه البلاد. احنا مستعمرين ومستعمرين اكثر من اللي كنا من قبل، وغادي نوري لكم شنو المعنى ديالها. بان اليوم سنه 93 المغرب هذه المدينه بمكناس مستعمره اكثر من اللي كانت عام 53. استعمار حقيقي. تيقولوا المغرب الا بغيتي تخرج من ازمتك غادي تتبع واحد العدد من الحوايج، غنعطيوك الديون هاك هالفلوس، ولكن شريطه غادي تلتزم بواحد التوصيات. هالتوصيات من جملتها خصك تبيع القطاعات العموميه، لان التعليم والصحه وعدم القطعه الاجتماعيه كيديروك ثقب في الميزانيه. خصك تبيع باش تصور شويه الفلوس. انت يا كدوله من تي كتبقاي تخلصي الموظفين والتعليم وتكلفي بالمدارس وكذا، كيولي على كاهلك واحد 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 المشكل كبير مالي. اذا علاش ما تطرحيش على هذا الجانب هذا، وخلي الخواص هما اللي يديروا هاد الحوايج هادو، وانت رجعي للور كدوله. الدوله ما تبقاش هي اللي كدير الاستثمار، خلي القطاع الخاص هو اللي يستثمر. قالوا له خصك تقفض لنا القيمة ديال الدرهم، وخصك تبيع المرافق العمومية وحدات من الإجراءات طبعا في داك السياق. دابا أنت جاي كتشكي علينا كتقول ما لقيناش الطريق، ما تشاورتيش معنا السيد رئيس الحكومة، ما تشاورتي تبع شي واحد، تشاورتي غير مع صندوق النقد الدولي. تشاورتوا معاهم سي، تشاورتوا معاهم. أقول لك تشاورتوا مع صندوق النقد الدولي في 2012 وعطاكم التوصية، قال لكم خسكم لا منص من سموهما إصلاحات هيكلية كبرى، وأنا كنسميها تدابير تقشفية. ونكون واضحين مع المغاربة ومع أنفسنا، هذا الإصلاح اللي كتذكروا عليه هو ماشي إصلاح، هو إلغاء الصندوق، رفع الدعم. كنتو كتدعموا المازوت وليسانس، ما بقيتوش كتدعموه، يعني انتم ماش كتسميوا الاصلاح، هي ما تبقيوش تدعموا واحد الحاجات، الصندوق تلغيوه كاع ما يبقاش. متفقين اسيدي شنو هو البديل؟ باقي تالفين، ها انت قلتيها ما كاين. بس في 2012 قالوا لكم خاصكم تنقصوا من النفقات الاجتماعيه، رفعتوا الدعم على المازوت وليسانس وغاز البوطان جاي، راه قلتيها عاود ثاني، قلتي لا غاتوخا راه حنا انا ما نوقفش عليها، ولكن قلتي نهار اللي غنزيد النهار اللي غنرفعوا الدعم على غاز البوطان غنقولوها، اذا ما نكرتيش غير وكان بغيتوا تفاجئوا المغاربه كما فاجاتوهم في سعر التعويم ولا في داك الشيء ديال التعويم ديال الدرهم، وتا هو داخل في هذا الشيء قالوها لكم في 2012 السيد رئيس الحكومه. قالوا لكم حيدوا النفقات ديال الدعم، قالوا لكم حيدوا المساهمه ديالكم وصلحوا الصندوق ديال المغربي للتقاعد، قالوا لكم رفعوا المجانيه على التعليم، ها انتم كتقلبوا منين تدوزوا ليها، قالوا لكم هلكوا الصحه العموميه ها انتم هلكتوها، قالوا لكم صلحوا سوق الشغل ها انتم درتوا التعاقد، قالوا لكم صلحوا سوق العمله ها انتم كديروا التعويم. السيد رئيس الحكومه تجي حتى لهنا وتقول لنا هذه دازت 15 يوم ما وقع والو، ايوا علاش درتيه؟ درتيه باش ما يوقع والو، راه درتيه باش توقع شي حاجه. هاد الحاجه ما بغيتيهاش تقولها لا لينا ولا للمغاربه. اذا فتوضعوا السيد رئيس الحكومه، هذه هي الحقيقه ديال الاشياء، هذه هي الحقيقه ديال الاشياء. انتم كتطبقوا الاملاءات اكيد ماشي بالحرف، تهما راه تهما كما قلنا البارح في واحد الاجتماع هنا في البرلمان، راه تهما فيهم شويه الصواب، راه ما يقولكش دير هادي وهادي وهادي. هذيك الماده الرابعه السيد رئيس الحكومه باش يعرفوها المغاربه، واحد الماده الرابعه في القانون ديال صندوق النقد الدولي اللي المغرب عضو في هذا الصندوق، كتجي كل عام كتجي كتشاور معاكم وكتجلس معاكم وكتفاوض معاكم، واخر مفاوضه داروا معاكم 15 ديسمبر فاش صدروا التقرير، وقالوا لكم عوموا الدرهم، وقالوا لكم تبارك الله عليكم الله يجازيكم والله يرضي عليكم ورضاو عليكم.
قالوا لكم الله يرضي عليكم استمروا في هذا الشيء اللي كديروا، يعني في التدابير التقشفية باش تهلكوا الفقراء في البلاد، وعطوا لكم شهادة حسن السلوك معهم. علاش هذا الشيء؟ في 2012 نذكركم السيد رئيس الحكومة في الذكرى تنفع المؤمنين، وصل سعر البترول أكثر من 120 دولار البرميل. العجز في الميزانية شحال وصل؟ زاد 7. العجز في الميزان التجاري، العجز جميع العجوزات تعمقات. خصكم تخلصوا ديروا الفرق، تخلصوا ذاك الفرق في العجوزات. قلتيها كتلتجؤوا للاستدانة الاقتراض والنقص بالميزانية الاستثمار. في 2013 درتوهم بجوج بعدها، مشيتوا وتسلفتوا وحيدتوا الميزانية الاستثمار باش تغطيوا تلك العجوزات اللي كانت خطيرة جدا، اللي كانت لا قدر الله كنت غتوصل للسكتة القلبية. كونوا يعني متواضعين واعترفوا للمغاربة لهذا الشيء، راه ماشي عيب، ماشي عيب. ولكن هذاك الشيء اللي شاط اللي قالت الأستاذة راه ما ديتوش الاستثمار في الحماية الاجتماعية أو في الدعم الاجتماعي للمواطنين، غطيتوا به فقط العجوزات. علاش؟ باش عاود ثاني هذاك الصندوق يرضى عليكم باش تبقاو تسلفوا. بقيتوا كتسلفوا 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 وغرقتوا البلاد. الان حنا واصلين 65، قول الحقيقه 65 ولا 66% ديال الدين العمومي ديال الخزينه، اما العمومي كامل راه حنا في 83%، يعني راه حنا في الخط الاحمر. جاء والي بنك المغرب، جاء الرئيس ديال المجلس على الحسابات، جار المندوب السامي للتخطيط، كلهم كي يأكدوا ما قلناه أن المديونية العمومية راها وصلت 81% من الناتج الداخلي الخام، أي أولا مستوى أكثر بكثير مما تصرح به الحكومة اللي كتهضر لنا على المديونية الخزينة 64%. 81% هذا مستوى خطير، أي أننا دخلنا مع الأسف مع هذه الحكومة لذاك الدهليز، ذاك الدهليز ديال المديونية اللي كتوصل لواحد الحد أنك كتبدا تستدن ماشي باش تمول مشاريع جديدة ديال التنمية والاستثمار والتشغيل، كتستدن كتاخذ ديون جديدة غير باش تأدي الديون السابقة، مع ما التداعيات ديال هذه الوضعية ممكن نعتبروا أن اليوم رحنا ديجا في وضعية ديال شبه حماية ديال صندوق النقد الدولي. 2019 غادي نوصلوا 1046 مليار درهم، 1046 مليار درهم. منين جاو هما خداو الحكومة، منين قالوا بسم الله خداو الحكومة في 2011 كانت المديونية كانت 331.3 مليار درهم، 331 مليار درهم. حنا اليوم 2019 وصلنا ل 1046 مليار درهم. شي واحد فيكم يترجمها بالسنتيم باش يترجمها بالسنتيم. ولكن اللي مخيف هذه الارقام اللي كيكشف عليها البنك الدولي هي ان هذه الاستدانه المفرطه يعني جعلت من اي مواطن مغربي بما في ذلك الرضع، بما في ذلك الرضع، كل واحد من المواطنين المغاربه غادي يخلصوا سنويا 27714 درهم. سي بالكيران في 3 سنين الاولى وديك خصني كنعاود هذا الكلام كنعاودو كنعاودو باش على امل يدخل في الدماغ ديالكم ويدخل في الدماغ ديال المغاربه، لان هذه هي القضايا الحقيقيه اللي كيحاولوا يخبيوها. سي بالكيران في 3 سنين الاولى تسلف مجموع ما اقترضته ثلاث حكومات متعاقبه في ظرف 10 سنوات. داك الشيء اللي تسلف سعد الحطان اليوسفي ودريج الطوم وعباس الفاسي ثلاثه حكومات في ظرف 10 سنين تسلفوا بالكيران في ظرف 3 سنوات، والجزء كبير من هذيك المديونيه اللي تسلف كانت موجهه للاستهلاك ماشي للاستثمار. اليوم وصلنا ل 1046 مليار درهم. شنو كيعني هذا الشيء؟ مع توقعات الاستشرافيه ديال البنك الدولي 3 سنين جايه ومع هذه المديونيه اللي جي فات البلاد، معناه كاين ثلاث سنوات المقبله ستكون شاقه وصعبه على المغاربه. لذلك بغيت نقول للمغاربه من خلالكم
يكذب عليكم الكذاب الا قال لكم شي واحد انا غنوصل المرتبة الاولى للانتخابات وغادي نحل المشاكل ديال المغاربه. سنتهي والمغاربه سميتهي وبانهم تنتظرهم صعوبات حقيقيه وهي اصلاحات شبه افقيه تنخرط فيها عدد من القطاعات الحكوميه، وان طموحنا هو النجاح فيها بما يمكن بلدنا من الالتحاق بنادي الدول الصاعده، باعتبار ذلك طموحا ممكنا يحتاج الى اراده تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. إذا النخبة اللي خيانت هذا الشعب المغربي راه قديم معاه إكس ليبان، ماشي حتى حنا غير كنبغيو بعد مرة ننساو. ملي سناو في معاهدة إكس ليبان على الحماية تقام 100 عام وهذا التاريخ ما غنرجعلوش، كنقول دائما الشعب المغربي وخا تشوف هاد الشطاحات وهاد القصات ديالنا حنا والمعارضة وكيواجهوا لا رغم راه كلشي واكل وكلشي شارب وكلشي مفطح والشعب مسكين في دار غفلو. حكومة كمونية بزاف ما كديروش كدوزوا القرار التقشفي عباد الله ساكتين لأنه احنا مغاربة دراوش كتقولوا صافي دوزناها دوزناها وكتنساو والمغربي صابر صابر على التقشف صابر على الزلط صابر على الأزمة حتى كتنوض في شي بلاصة عاد كتحكوا داكشي علاش كنقول كمونيين. الدولة المغربية الشعب المغربي ما بقاش عنده الحرية الاختيار السيادة على الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية دياله. والأسف اللي كنت تجيب لك عراقيل ماشي هو الغرب، هو هادوك اللي في حكومات البلدان العالم الثالث هما اللي عاجبهم ذاك الغرب وهما اللي منهم اللي يطيروا وينزلوا واخا تبغي بيعاه باقيين لأن عارفين ما كاينش اللي غادي يحميهم بحالو وإلا مشى غادي يمشيو بحالو وهادشي اللي غادي يوقع في المستقبل.